انت بتعمل ايه في بيتي يا يالا؟ بتعمل ايه في بيتي؟ انا جعفر مدرب الاتشيكيت. اتشيكيت؟ اتشيكيت مين يا روح امك؟ انا جاي اعلم الحاجه. تعلم الحاجه؟ ها؟ تعلمها القص؟ تقص معناتها يا بابا. يا بابا يا بابا هو مالهوش ذنب. انا اللي خلاص حضرتك والله مالهوش ذنب. بص زي ما قال لك يا بابا. انت بليز يا عم. تخش كده اي بيت؟ اي بيت؟ حتى ما فيهوش راجل. انت راجل؟ انت راجل؟ مش راجل يا عم. مش راجل. مش راجل. مش راجل. ما ازعجش يا عم. لو دخلت البيت ده تاني هتطلع جثه، هتطلع ست جثث، فاهم؟ حاضر يا عم. يلا استنى، تعالى هنا. الواد الحمار ده خد حسابه ولا لا؟ لا انا دفعت له كل حاجه. دفعت له كل حاجه. يلا مش هلا. يلا قوم. تعالى 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 يا حاج. قوم يا وليدي. قوم يا اختي. خش خش يا اختي. خش يا مهسويكة. اوعى انت عاملة لي نفسك مغمى عليك. ها جاية ترقصي يا حاجة؟ تتعلمي الرقص يا حاجة؟ ها هتعلمك الرقص قدي؟ ها اسمعني يا حاجة. لا ما تحطيش لسانك على لساني. فرع يا بابا. وانت خاصي انا اللي يحصل معاكي تاني. ووي اوعي تحطي لسانك على لساني. انت كمان ابوك ولا كلب يا حاج. عجبك كده؟ عجبك انت كده؟ عجبك تعلمي اتيكيت؟ اوعي بقى. معلش صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا استاذه. ممكن تقولي ايه بس وبلاش استاذه دي؟ طيب اوكي. اوكي ايه؟ اوكي ايه؟ ايوه كده. بقول لك انا كنت عايزه منك حاجه. امور يا استاذه. عايزك تخرجني كده من القناه عشان عايز اصور تقرير خارجي مع ستات في منطقه شعبيه. هخلي حمزه يتكلم في الموضوع ده النهارده. طب استاذه كاميرا تنزل ونعمل تقرير في منطقه شعبيه ده كل ده عادي. استاذ حمزه عارف الموضوع ده؟ اكيد طبعا انا البروديوسر يعني انا اللي بقرر. طيب يا استاذه خلاص حاضر. لا انا مش بقول لك كده عشان تقولي خلاص. انا عندي موضوع مهم جدا وعارفه كويس جدا ان حمزه هيحب يتكلم فيه. يعني بفكر دايما يكون في فقرته في فقره خارجيه او تقرير هيتكلم فيه. نوع من التغيير يعني. فتحي. ايوه استاذ سامعك. سامعك سامعك معاكي. امال في ايه؟ ايه المشكله؟ وانا اعتبريني جاهز بالكاميرا والكاميرا مان والمنطقه الشعبيه جاهزه بشعبها. بس انا برضه عايز اعرف هو في ايه الموضوع ايه بالظبط. يعني بفكر كده في قضيه مهمه عن العقم عند الستات والمشاكل اللي بيسببها ومفهوم الرجوله عند الستات. من الواضح كده يا استاذه انك لقيت استاذ حمزه مش عارف يحبسنا فقلت ان الدرب اسهل. ليه يعني؟ هو في ايه المشكله في الموضوع؟ لا مفيش مشكله ولا حاجه. بس هو هتكوني عايزه الموضوع ده امتى؟ النهارده. النهارده؟ طيب حاضر. طب ممكن تسيبيني بس افطر كده وافوق كده و اعمل لك كل اللي انت عايزاه. ماشي هستنى تليفونك. حاضر يا استاذ. فتحي. ايه. يلا باي. وادي العصير اطفحي بالسم الهاري. بعد الشر عايزه اروق دمي. تروقي دمك؟ تصدقي ان انت ما عندكيش دم؟ ليه؟ يعني تزعلي امك من ابوكي وتسيبيها وتنزلي؟ ما هي كمان طردتني من البيت. انا لو مكانها هعمل كده. كان لازم تقولي له يا هبه. ما كانش هيرضى يا ساره، انا عارفه. معلش تقولي له برضه، ما ينفعش تكذبي عليه. هو ما سالنيش عشان اكذب عليه. يا سلام، يعني لو كان سالك كنت هتقولي له؟ لا. خلاص يبقى تخرسي. هيتصالحوا بالليل انا عارفه. ما يقدرش يدخل البيت وما يكلمهاش، امي دي افيونه ابويا. يعني انت كمان حبكي تيجي تعلميها الاتيكيت ده؟ انت غريبه جدا. فيها ايه يعني؟ هقول لك حاجه، انا غلطانه اني جيت لك اصلا، انا همشي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عادي عادي عادي. تفطري ايه؟ مش عايزه افطر. تدفحي ايه؟ هندفح مع بعض. يلا نقوم نعمل حاجه وناكلها. عندك جبنه رومي؟ تفصح دي ايه؟ تلاقيها مطروده هي كمان. الو يا اختي. بقولك انا جايه لك في السكه، يعني لو صحي انا ممكن اتكرم وافطر معاكي. عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم.
انا نايم. تعالي تعالي، في واحده حبيبتك هنا هتفطر معايا كمان. يلا هبه. ايه ده ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله، مكشوف عنك الحجاب. لا كده لازم تيجي تفطري معانا بجد. كده خيبه، ده مكشوف ولا حاجه، انا كل الموضوع انا شايف عربيات عند بيتك. طب غوري يا اختي. طب يلا افتحي قدام الباب. يلا. طيب طيب، باي. بره بره افتح لها. الو، صباح الخير. يا هديل، بقالي كتير ما سمعتش منك صباح الخير. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ما تتغداش وتستناني لاني عامله لك غدا حلو قوي، نتغدى مع بعض؟ سيف، الو سيف. الحمد لله، صليتي الظهر يا هديل؟ صليت. وانت؟ طبعا. طب يلا مش هتاخر وهجي لك على طول. طيب مش عايز تعرف ان انا في الورشه الاول؟ كمان سيف، باي. يلا مش هتاخر، باي. يعني هو افطار قرداحي بس تسلم ايدك يا صوف. ادعي لامك انها ترددك يا بنتي. هاتي عيش. اتفضلي يا اختي. وحته جبنه رومي. تفصل. الله. امسكي. صدقي بقى انا مش قادره اتخيل منظر ابوكي لما دخل على امك ولقاها بترقص فالس مع الراجل. مشهد كان لازم يتصور. لا انتوا مصرين تسيبوا لي نفسي. خلاص مش واكله. لا وارح دمدم. نفسك مسدوده على الاخر. كنت عايزه انت كمان. عايزه ايه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ مش قلتيها عايزه ايه في موضوع مهم؟ ايه ده؟ سوري استني بقى.